مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من مدينة طنجة. معنا حالة تتعلق بعملية النصب والاحتيال. هذا السيد اللي هو موظف سابق تعرض للنصب والاحتيال، وكيتهم محامي بأنه خدا عليه 40,000 درهم، ورغم ذلك دوز الحبس عقوبة حبسية مدتها 3 سنوات، ودابا كيطالب القضاء ينصفو. غادي نعرفو القصة كيف وقع لهم هاد المحامي. تفضل احكي لنا كيف وقع لك القصة مع هاد السيد. خوتي المغاربة، السلام عليكم. أنا باغي نحكي لكم على هاد موظف، أنا موظف سابق إدارة الصيد البحري، تعرضت لعملية نصب من طرف محامي بهيئة المحامون بطنجة، اللي تنصب عليا في واحد الملف جنائي استئنافي اللي كان اخر الجلسات ديالو 28/8/2018، وتفاهمنا على مبلغ مالي اللي هو 8000 درهم، سلمنا له 5000 درهم كتسبيق و3000 درهم حتى لاصدار الحكم. قال لي غندرس الدوسي، منين درست الملف قال لي الملف عندك فيه البراءه، انت ما داير والو. المهم بقى كيزورني للسجن عده مرات، واحد المره زارني للسجن بواحد الاسم مستعار مزيف. منين خرجت للزياره عنده لقيته قال لي لا راه غير هما كذا، بقيت كنوض صداع في السجن. وهادي قالوا لي باش نتفاهموا على حساب فلوس. خدا مني مبلغ 40,000 درهم، قال لي على باش غادي يجيب الصلح والتنازل من عند الضحيه ونخرج بالبراءه. عطيناها له الشيك، صورنا عندنا كوبيه ديال الشيك صورناها، قال لي غادي تخرج السيمانه الاولى في شهر رمضان، السيمانه الاولى غادي تخرج ولا السيمانه الثانيه، ما كاين والو من داك الشيء الى حين ضربت 3 شهور اخرى طالع هابط للاستئناف حتى ل 28 في شهر 8 حكمت المحكمه 3 سنوات سجنا نافذا. دوزتها، عرفت راسي انني تعرضت لعمليه نصب، استدعيته ولا جا عندي للسجن، عيطت له في التليفون جا عندي للسجن قال لي راه غادي ندير لك النقد وغادي يكون خير ان شاء الله في النقد. مشيت انا للقسم القضائي تما اللي كاين في الحبس، تنيت على عدم النقد وبقيت كنطالبوا بالفلوس ديالي. قال لي واخا حتى تخرج من السجن، قالت العائله كتمشي لعنده، قال لهم منين يخرج من السجن غادي نعطيه الفلوس ديالو، ما كاين والو. منين عرفت راسي عرضت لعمليه نصب، اتصلت برئاسه النيابه العامه على الرقم الاخضر، رشدوني قالوا لي خاصك دير شكايه للنيابه العامه. درت شكايه للنيابه العامه، درت اضراب عن الطعام داخل السجن لمده 5 ايام، بقى معايا الموظفين ديال السجن، ودرت شكايه الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، جات عندي الرئيسة ديالهم، داروا لي المحضر، بقاو معايا قالوا لي ديك الساعة غادي يكون خير، غادي نشوفوا شنو كاين، المهم ما على حساب صحتك فك إضراب عن الطعام وكذا شي وهادي، على حساب الصحة ديالك وتبعوا قضائيا. دابا أنا متبعوا قضائيا، دابا راه تقريبا عام هذا من اللي خرجت ما كاين حتى شي جديد، استدعاوه ما بغاش يجي، استدعاته النيابة العامة ما بغاش يجي، ولاو تنداروا له استدعاء بخبر الناقب ديال المحامون، ما كاين والو. عندي مجموعة من الأوراق، عندي مجموعة من الشيك، عندي فوتوكوبي ديال الشيك، عندي المراسلة اللي راسلت السيد وزير العدل، اللي راسلت السيد وزير العدل، راسلت السيد رئيس النيابة العامة، السيد الوكيل العام، حقوق الإنسان، كل شيء راسلتهم. لحد الساعة باقيين حتى شي حاجة. أنا كنطلب من النيابة العامة وكنطلب من المسؤولين فتح تحقيق دقيق ومعمق في النازلة، وكنطلب من السيد نقيب المحامون بهيئة طنجة يتدخل في الموضوع وإجراء بحث دقيق ومعمق في النازلة، وأنا أكيد بأن القضاء غادي ينصفني وغادي يعطيني الحق ديالي. سبق لي عملت شكايه لهيئه المحامين السيد الناقب استاذ، وجاوبني بان الشكايه ديالي في الحفظ لانعدام الحجه. منين خرجت النيابه العامه قالوا لي خاصك تجيب فوتوكوبي ديال الشيك وتجيب فوتوكوبي ديال الاتعاب اللي عطاك وتجيب الشهود. جبت كل شيء، لحد الساعه باقي كل شيء في النيابه العامه تقريبا عام هذا باقي. قال لك البحث ساري، مشيت نصب شي محامي، حتى شي واحد ما بغى يتنصب لي من الهيئه ديال طنجه، قال لي خاصك تشوف شي محامي من هيئه اخرى. مشيت للرباط باش نصب واحد المحامي، قال لي خاصك تجيب لي الملف باش نطالع عليه ونشوف شنو كاين. منين جيت للمحكمه ما بغاوش يعطيوني، قالوا لي البحث باقي شاري، ما بغاوش يعطيوني كوبيه ديال المحضر. لذا كان نادي الجهات المسؤوله باش تفتح تحقيق دقيق ومعمق في النازله وتعطي لكل واحد الحق ديالو. شكرا لك.
اتصلت به عدة مرات منين خرجت من السجن وما بغاش يطلقاني، ومشيت عنده للبيرو عدة مرات كيشوف لي في كاميرا كنبقى جوج سوايع ثلاثة سوايع أربعة السوايع وما ما كيبغيش يشوفوني ما كيبغيش يطلقاني. في التالي اتصلت به في الواتساب دحا لي واحد الرسائل ما فيها ما يصلح وكيهددني كيقول لي أنا من الأسرة القضاء وأنا عندي نفوذ وما تقدرش عليا، لذا كنطلب القضاء يتدخل في الموضوع. وانت شنو يعني كتطلب يرد لك المبلغ المالي ديالك؟ انا كنطلب بالجهات المعنيه دير بحث في الموضوع، وانا ما غاديش نتنازل على الحق ديالي واخا يبقى فيا عرق، انا خاصني فلوس ديالي، هادوك فليسات ديال ولادي جمعتهم بمشقة الانفس. ورغم ذلك دوزت عقوبة ورغم ذلك دوزت عقوبة سجنية مدتها 3 سنوات. إذا كان كيشوفك في هذا المباشر شنو الرسالة اللي توجه له؟ الله يهديه، كما قال لي في الأول غنرجع لك الفلوس ديالك، يرجع لي الفلوس ديالي. هذا الشيء اللي كنطلب منه، كنطلب حتى شي حاجة منه، يرجع لي الفلوس ديالي. هو كيقول لي أتعب، واش أنا ديجا منصب جوج الأساتذة ب 5000 درهم خلال مرحلة التحقيق وخلال الحكم الابتدائي وخلال الاستئناف، جوج الأساتذة اللي نصبتهم، كيف يعقل أنا غنصبه هو ب 4 الملايين و 800؟ ما غيمكنش. انا ما خدام ما ردا مني غنجيب 4000. لذا صح بنادم الناس العقلاء راه غير من خلال التنصيب ب 4 الملايين و 800 راهم يعرفوا بان راه عمليه نصب. دي قناه شوف تي في، شكرا على تتبعكم هذا المباشر. كانت صرخة هذا الموظف السابق اللي تعرض للنصب والاحتيال واللي كيتهم محامي بهيئة طنجة اللي داله 40000 درهم، وكيقول رغم ذلك انه دوز عقوبة مدتها 3 سنوات ودابا كيطالب من العدالة انه تنصفه بعد ما تقدم عدة شكايات لدى محاكم طنجة لكن دون جدوى. تحية لكم اينما كنتم مشاهدينا الكرام، ألقاكم في مباشر قادم، الى اللقاء.